اهلا حبايبي، اخباركم ايه النهارده؟ ان شاء الله عملت جوله في معرض كوتا في السوتر، طبعا مكان معروف جدا. المعرض هنا بيضم ملاهي وكمان معروضات ملابس، ملايات واطقم ومفروشات، حتى حاجات العطاره، اكسسوارات، ميك اب، كل حاجه موجوده. بالنسبه للملاهي عندك مثلا اي لعبة ب15 جنيه، في العاب زي البيتش باجي ب20 جنيه، في كمان النطيطة والنطاطة والحاجات دي والقطر والحاجات دي كلها ب15 جنيه. يعني الأسعار متوسطة وحلوة، يعني مش غالية خالص، مش زي الملاهي في أسعار طبعا عالية قوي، لكن الحمد لله هنا الأسعار كويسة جدا، وبتبقى فسحة حلوة للأولاد، يأكلوا بقى هناك فشار وغزل البنات وحاجات يعني فعلا تبسط أي حد. فيلا بينا نكمل بقية الفرجة على المعرض.